بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أعزائي كل السامعين والمتابعين، إليكم دعوة وخاصة لأبناء البديع والقرفي والقرى المجاورة لها التابعة لمركز الرعاية في البديع والقرفي. نرجو من الجميع حسب طلب مركز الرعاية في البديع والقرفي الإقبال على المركز لاتخاذ كل التطعيمات والجرعات الخاصة بفيروس الإنفلونزا، نظرا لأن الإنفلونزا الآن احنا في فصل الشتاء ومقبلين على فصل الشتاء، ولهذا المستوصف يهب الجميع الحضور لاتخاذ الجرعات الخاصة بهذا المرض. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين الصحة والعافية صغارا وكبارا، وحفظكم الله. محبكم أبو مطران الحربي، وهذه دعوة من مركز الرعاية بمستوصف البديع القرفي، وكذلك تعاونا من قناة محمد أفندي الحربي بهذا الخبر. والله يحفظكم، وتحياتي للجميع. محبكم أبو مطران.